عملنا مع بعض. لديكم نفس التوجه يعني في دعمكم للرئيس بوتفليقة، لكن في خرجة يمكن أن وصفها الكثير بالغير المتوقعة، انتقد السياسة اللي راك تتعامل بها في الحكومة، وقال بلي أنه سياسة يحيى يمكن أن تؤدي الجزائر للإفلاس. يعني ما ردكم على هذا التقرير؟ سؤال ثاني، نعم. يعني ذكرنا خطابك منذ الأول، يعني ما كاش دراهم ما كاش، ذكرنا منذ أشهر بيمكن تقرير لمؤسسة الأمن الداخلي كانت خرجت في الجرائد، لكن انت ما وضح ما اكدت ما نفيت هذا الاخر. سامحيني ما فهمتش الجزء الثاني. الجزء الثاني قلت ما كانش دراهم، واش قلت ثاني؟ كانت كاين تحقيق خرج في الجرائد، لكن انت ما اكدت ما نفيت هذا الخبر حول انه السيد احمد ويحيى كوزير اول يعتمد اسلوب يعني خطاب نوعا ما ترهيبي او اللي انت تسميه هو الكشف على الحقائق. ما صحت هذا التقرير؟ بارك الله فيك سيدتي. سؤالك الاول، في بلادي الله يبارك 40 مليون نسمة، كل مواطن تاج راسي طار من الناس كل، لكن كحزب سياسي أو كمسؤول في الدولة شغلي ما وش نعلق مع كل مواطن. المواطن شاكي بخليل هدر مسؤول على كلامه، ما يهمنيش. تشاهدوا أنتم كلكم باللي واحد في الجزائر ما دفع عليه كما دفعت عليها أنا. الآن ربما لو نعلق عليه بقصيدة تاع فنان حاج مريزق الله يرحمه، نقول له سير يا راكب الإحسان.